لا، ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. هو احد الكذابين. فانا عايز اقول وتغليظ بقى من كذب علي متعمدا لانه احد الكذابين. لا بس متعمدا واضحه، لكن الثانيه ممكن يكذب وهو لا يدري. ابن حبان رحمه الله في مقدمه كتاب المجروحين قال: اني اخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه أن يدخل تحت طائلة هذا الحديث. يا رب استر يا رب. فعلشان كده أنا بقول للخطباء والجماعة اللي بيستسهلوا إن هو يفتح أي كتاب ويقرأ أي كلام، وهذا كان لابد أن يعلم. لابد أن يعلم إن في كتب متخصصة في نقل الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة زي إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. وكتير بقى. لا، هذا الكتاب بالذات أنا بنبه عليه ليه؟ لأنه هو ما فيش حد بيستغنى عنه، الحكايات الغريبة الغامضة اللي تخلي شيخنا بقى يستغنوا بيجيبوا حاجات دلوقتي. ده حقيقة علوم الدين ده حاجة عالية قوي بالنسبة لناس كتير، لكن في حاجات تانية. التذكرة للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحلة وكلام زي كده. ما أصلا بنبه على الكتب دي ليه؟ أنا عارف إن في أكذب منها. أيوة تمام، بس مش مشهورة زيها. مش مشهورة زيها. النهاردة ما فيش خطيب مثلا من خطباء الأوقاف الكلام ده إلا وكتاب إحياء علوم الدين عمدة بالنسبة له. ليه؟ الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتح عينيه ومبرق عينيه من الغرائب والكلام ده. الكتاب ده كما يقول ابن الحداد وغيره: لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه. والعراقي حاول أنه يعني يخفف من وطئة هذا الكلام الزخم يعني. فعمل تخريج سريع. ما فيش حد تقريبا بيقرا في احياء علوم الدين بيبص على حاجه تحت. خالص. الكتاب ابن العراقي بيقول عليه مثلا ضعيف او منكر او الكلام ده، وصاحبنا عمال يقرا فوق وسايب التخريج تحت. ويطلع هذا الحديث المنكر او الموضوع يقوله برضه في خطبه الجمعه. لكن لو اختلف الناس، يعني مثلا العراقي قال ضعيف والشيخ الالباني صححه، يعني هو هل له كمقلد انه ياخذ من المصحح؟ طبعا هو اصل يعني كاي مقلد العلماء لهم درجات. نعم. تمام؟ ولما بقول درجات العلماء بقول درجات العلماء بصورة إجمالية، لأن الجزئيات في العلم لا تتناهى. نعم. يعني الخطيب البخاري مثلا، البخاري إذا ذكر البخاري خلاص هي الشمس في ربيعة النهار. نعم. تمام؟ لما يجي الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري يستدرك على البخاري في التاريخ الكبير ويضع كتابا كاملا على أوهام البخاري. لا احنا هنقول ايه بقى، لان كل الناس لما نقول البخاري بيذهب ذهنها الى الصحيح. لا انا بتكلم على الامام البخاري وكتب البخاري، وانا قلت في تاريخي. احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن صحيح البخاري. صحيح البخاري ما فيش اوهام. لا ما بتكلمش على صحيح البخاري. صحيح البخاري ما فيش اوهام. اتكلم عن البخاري كامام. يعني انت بتوافقني دلوقتي ان صحيح البخاري ما فيش اوهام؟ لا، هو طبعا صحيح البخاري سماء. الأوهام الموجودة أو التي قال العلماء إن البخاري فيه عنده أخطاء أو حط حديث في الصحيح عن راوي فيه ما قال والكلام ده، نحن أجبنا عن هذا كثيرا وأكرر الإجابة عنه مرة. أيوة. أخرى أن الذي قال هذا إنما نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن. العلماء يتفقون على أن جمهور المتون الصحيحين صحيح، لكن قد ينظرون في خصوص سند من الأسانيد. يعني البخاري مثلا لما يقول أنا جمعت أصح الصحيح، أي يبقى الصحيح أحيانا مش على شرط البخاري. مع أنه صحيح. كأنما يقول له أنت التزمت بأصح الصحيح، ليه حطيت الصحيح أقل من درجتك يعني. أيوة يعني عايز أقول إيه، انتقاده مش انتقاد بمعنى الضعف والسقوط، لا، يقول له الراوي ده نزل عن شرطك مع ان حديث صحيح بس نزل عن شرطك، فنحن لا ننازع في اصل الصحه. نعم. لكن قد يقول الراوي الفلاني ده وهم في هذا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي بقى مش على صحيح البخاري. لا 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 التاريخ الكبير. لا بتكلم عن تواريخ البخاري والتاريخ الكبير على وجه الخصوص. جميل. لكن لان البخاري حيث يمم وجهه فهو امام. اي نعم. اي كتاب يكتبه فهو فيه إمام. أيوة. فيقوم يأتي مثلا على راوي من الرواه يخلي اتنين بسبب إيه؟ اختلاف في نسب في الجد. أو مثلا في الكنية. فالبخاري قد يجعل الراوي الواحد اتنين، وقد يجعل الراوي وقد يخلي الاتنين واحد. أيوة. وده البخاري. البخاري قلب خطيب في القرن الخامس الهجري
وتعقب البخاري في أشياء أصاب الخطيب في بعضها وأخطأ في بعضها. فأنا ما أقدرش أقول لأن الخطيب أصاب أنه أحسن من البخاري. لا. فأنا اللي أنا عايز أقوله إيه؟ عايز أقول أن لما بقول العراقي والألبان أيوة أيهما أعلم، أنا حقول بصورة إجمالية العراقي. نعم جميل. بصورة إيه؟ إجمالية. إجمالية العراقي. بس مش معنى ذلك أن كل حكم قالوا العراقي صح أصاب فيه حين اختلف. ما أقدرش أقول كل العراقي بالضبط كده. فالشيخ الألباني والحافظ العراقي مثلا كل واحد له صوابات وأخطأ بالضبط كده. فأنا دوري كمقلد كمقلد إحنا بنقول زي المقلد في الفقه. أيوة تمام. العلماء يقولون المقلد مجتهد في اختيار من يقلده. جميل. فأنا النهاردة حاجة أقول أخلي العلماء مراتب. الحافظ زيد الدين العراقي مثلا كمثال احنا بنمثل. أيوة. يحكم على الحديث بكلمة واحدة. أيوة. يقول اسناده ضعيف. ضعيف. بس الشيخ الألباني عشان يقول اسناده ضعيف بياخد 5-6 صفحات. صحيح. فبيبسط حجته بحيث أنني لو قرأت هذا الكلام وكنت رجلا فاهما يؤدي بي هذا التخريج المطول إلى الاقتناع بكلام الشيخ الألباني في النهاية. طيب شيخنا دلوقتي الناس المشاهدين الطيبين دول بيسمعوا حديث دلوقتي التلفزيون الدنيا اللي فتحت وبيسمعوا 30-40-50-60-70-80-90-100 شيخ كل يوم بيقولوا لهم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث أو طلبة علم الحديث أن يورثوا هؤلاء الناس حاسة إن ده صحيح وده ضعيف؟ والله يا مولانا القصة مش قصة الناس، القصة قصة من يدرسون الحديث. أساتذة الحديث أنا أسمعهم في إذاعة القرآن الكريم يذكرون الأحاديث المنكرة. وجعت قلبي. ما أنا بقول لك أساتذة الحديث بنفسهم اللي هو المفروض أنه بيدرس المادة. أنا بسمع ناس مثلا نجيب من الناس معهم دكتوراه والكلام ده على المنابر بيجيبوا أحاديث منكرة. أنا بستغرب بقول يا ضيعة جهود المحدثين، قعدوا طول عمرهم ينخلوا إلى أمة لا تقرأ. فهذه مشكلة، يعني كأننا بادئين دائما من أول السطر يا أمة اقرأ يا أمة اقرأ يا أمة لكنهم لا يقرؤون. أول كلمة في كتابنا اقرأ. ولكن الأمة لا تقرأ، كيف ندفع الأمة إلى القراءة يا شيخ؟ هي أصل مسألة محتاجة منظومة متكاملة. بالضبط كده، منظومة متكاملة. يعني أنا أنظر زي النهاردة حنأخذ علم الحديث كشريحة، يعني طلبة الحديث في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين اللي هم بيقولي الطلبة، ألاقي مثلا الأستاذ حاذف تقريبا 3/4 الكتاب ومقرر ورقات 10 ورقات هنا و10 ورقات هنا و10 ورقات هنا. أنا عيالي أولادي كلهم في كليات شرعية تمام، وعارف المواد بتاعتهم وأنا بشرح لهم مواد سواء كان في أصول الفقه، ألاقي مثلا الأستاذ كتاب أصول فقه قد كده، والبدخش والأسناوي والكلام ده كتاب معقد للغاية وفيه كتب أصول فقه أحسن 100 مرة وأسهل وتخلي الطالب يحب أصول الفقه. ده الطالب بيخبط دماغه في الحيط عشان يفهم التعريف ونواقض التعريف ومش عارف يطلع من التعريف. يوم يأتي الأستاذ يقرر 10 ورقات من هنا وبعدين يوم سايب 50 صفحة ويقرر كمان 10 ورقات، يطلع إيه الكلام ده؟ يطلع إيه؟ ولا حاجة. الطالب يطلع جاهل مش فاهم حاجة. فأنا بلاقي مثلا مصطلح الحديث عشان الطالب ياخد مصطلح حديث في الجامعة مثلا بياخد له 10-15 ورقة، ده يطلع إيه ده؟ ما يطلعش حاجة بكل أسف. أنا عايز أسألك بس بعد إذنك دلوقتي، الواد عبد الحميد هو اللي اتكلم الأولاني ربنا يهديه ويتوب عليه هو ومدني، قالوا عايزين فاصل دقيقة بس عايز أسألك بعد الفاصل مباشرة، طب إزاي نصنع عالم النهاردة في زماننا؟ زي ما أنا شايف وأنت شايف المعاناة، يعني لما ربنا بيقدر علي أروح أحضر خطبة الجمعة يعني بيجي لي حاجات كتير منها الصداع يعني من الصراخ يعني لا مش من الصراخ من الأخطاء من الكلام. أنا قلت له يعني والله أنت يا ابني في الخطبة دي كلها ما قلت كلمة واحدة صح لا نحويا ولا شرعيا. فالشاهد إيه من إزاي بقى نصنع رجل يحمل هذا الدين؟ ليه؟ لأن الأمة في خطر. يعني إذا قلنا النهاردة إن ما فيش علماء أو الجيل العلماء الكبار بينقرضوا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن جبرين والمشايخ الكبار الشيخ سيد سابق والشيخ محمد نجيب المطيعي والشيخ سيد سابق والشيخ أحمد شاكر والمشايخ الكبار. لما الجيل ده ينقرض والناس ما فيش بقى البديل يبقى الأمة في خطر.
هل هي محاولة جادة لتجهيل الأمة بدينها وإخراج أنصاف متعلمين؟ هل نحن نسير نحو علامة من علامات الساعة قبض العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ إخوتي ابقوا معنا لدقيقة ثم نعود إليكم. أرجوك أرجوك سيبي الريموت كنترول. أحبكم في الله.